بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 150 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة الكامل، وباعثها مستمع يقول: أخوكم في الله بندر عبد الولي عبد الله السريحي السلمي يسأل فيقول: إنني في المرحلة الثانوية، وهي مرحلة صعبة تحتاج إلى مذاكرة، فما هي نصيحتك لي عندما أقوم بالمذاكرة؟ وهل هناك أدعية ينبغي أن أقولها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الدراسة لا شك أنها تحتاج إلى بذل مجهود وإلى تعب وإلى صبر، وهذه أسباب، ولكن هذه الأسباب لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه بعد فعل الأسباب. والدعاء لا شك أنه من أنفع الأسباب، فعليك بالدعاء والاستعانة بالله عز وجل أن يعينك وأن يفهمك. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، فتكثر من هذا الدعاء: ربي زدني علما، وتقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ولهم من هذه الأدعية: اللهم أعني ووفقني وفهمني ما ينفعني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا، إلى غير ذلك من الأدعية النافعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل سؤال آخر فيقول: في غزوة بدر يقول تبارك وتعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، ما هو تفسير هذه الآية؟ ومن هو الذي يرى الآخر ضعفه؟ هل هم المسلمون أم الكفار؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم آية في فئتين، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وذلك في غزوة بدر كما قال السائل، فإن عدد الكفار يزيد على عدد المسلمين بالضعف، فعدد المسلمين 314، بينما عدد الكفار يزيد على 1000، وأيضا قوة الكفار تفوق قوة المسلمين، ولكن المسلمون يقاتلون في سبيل الله كما قال الله سبحانه وتعالى: لأجل إعلاء كلمة الله. وأما الكفار فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون للصد عن سبيل الله والوقوف في وجه الدعوة وصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، ويريدون القضاء على الإسلام والمسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. لما كان المؤمنون يقاتلون في سبيل الله وكان الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت، فإن الله جل وعلا أمد المسلمين بالنصر والتأييد، وأنزل الملائكة تؤيدهم وتقويهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أنزلهم يثبتون المؤمنين وينشطونهم على الجهاد في سبيل الله. فكانت النتيجة النصر الحاسم للمسلمين والهزيمة النكرة على أعداء الله وأعداء رسوله. ويرونهم مثليهم، يحتمل أن المراد أن المسلمين يرون الكفار مثليهم، أي مثل عددهم مرتين، أو أن الكفار أنفسهم يرون أنهم أكثر من المسلمين، ومع هذا لم تنفعهم كثرتهم. ففيه عبرة، فيه عبرة للفريقين، لأهل الإيمان، وفيه عبرة لأهل الكفر، يعني تدعوا
عن كفرهم. أهل الإيمان يزدادون إيمانا قوة ويقينا، وأهل الكفر يبتدعون عن كفرهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية رسالة بتوقيع مستمع يقول: عزت، يقول: في يوم حلفت على زوجتي وقلت علي الطلاق بالثلاثة، إذا خرجت من البيت تبقي طالقة بالثلاثة، هذا على لساني، لكن قلبي غير راض عن هذا. ثم خرجت إلى بيت أبيها، ثم عدت من سفري ولم تخبرني بشيء إلا بعد أسبوع، ولكن لم أعمل للأمر أهمية، هل وقع الطلاق في هذا أو لا؟ جزاكم الله خير. هذا الأمر يحتاج إلى استفصال. لا بد أن تحضر عند القاضي أو عند المفتي المعتبر في البلد وتسأله عن هذا السؤال المهم، وهو يستفصل منك ويعطيك الإجابة، لأن هذا لا يكفي عنه الإجابة، لأنه سؤال واقع لا تكفي عنه الإجابة بواسطة الإذاعة، لأنه يحتاج إلى استفصال ومعرفة للواقع منك ومنها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثتها إحدى الأخوات تقول: أختكم في الإسلام أمل. أختنا لها قضية تقول فيها: نحن نعلم فضيلة الشيخ فضل ليلة القدر من شهر رمضان المبارك وفضل إحياء هذه الليلة المباركة والتي تبدأ في العشر الأخيرة من الشهر، ولكن مشكلتي أن الدورة الشهرية تأتي في هذه الأيام المباركة، فلا أستطيع الصيام أو لمس القرآن والدعاء، فهل جائز الاستحمام والوضوء بشكل صحيح ومسك القرآن من خلال القفازات وقراءة القرآن والدعاء في هذه الليلة المباركة وقيام الليل؟ وكيف تستطيع المرأة إحياء هذه الليلة إذا كانت معذورة في أوقاتها المعروفة؟ جزاكم الله خيرا. أولا، المعذور إذا كانت نيته طيبة ولولا العذر الذي منعه لا فعل العبادة، هل يؤجر على نيته؟ لأنه حبسه العذر، الله جل وعلا يثيبه على نيته. فما دمت تنوين العبادة في هذه العشر وهو قيام الليل والتهجد، ولكن حبسك العذر، وتنوين أيضا تلاوة القرآن، ولكن العذر عذر الحيض منعك من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر ما نويت، لأنك معذورة. ثانيا، بالنسبة لما ذكرت من الوضوء والاغتسال وصلاة الليل وأنت حائض، هذا كله لا يجوز، وقراءة القرآن من المصحف، هذا كله لا يجوز ولا يصح منك وأنت حائض، ولكن الدعاء لا يشترط له الطهارة، فاجتهدي في الدعاء والاستغفار ولحي على الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، خصوصا الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، اجتهدي في الدعاء، والدعاء لا يحتاج إلى طهارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا عن أخواتها اللائي يصادفن نفس الحال شيخ صالح. نعم، مثل ما ذكرنا. نعم، أقول الحكم في الجميع سواء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا شيخ صالح فتقول: هل يجوز الاستماع إلى القرآن أثناء القيام بالأعمال المنزلية المختلفة دون الجلوس والاستماع إليه، علما بأنني أضع المذياع على إذاعة القرآن الكريم طوال اليوم وأحيانا لا أجلس للاستماع لما يتلى من القرآن، فهل يلزمنا شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع أن الإنسان يشتغل ويستمع للقرآن، والمرأة تشتغل في بيتها أو في المطبخ وتستمع للقرآن من المذياع. أما تشغيل المذياع على القرآن هو لا يستمع عنده أحد، فهذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه. ولكن إذا كان فيه من يستمع، ولو كان هذا المستمع يؤدي عملا من الأعمال، فهذا عمل طيب ويستفيد منه الإنسان علما وأجرا وثوابا من الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم ألف يقول: ذهبت لأداء فريضة العمرة، وبعد أن أحرمت من الميقات وركبت الباص سهوت فسرحت شعري بالمشط مرة، وفي المرة الثانية تذكرت أن هذا يبطل العمرة، فنظرت إلى ملابس الإحرام على أن أجد شعرا قد سقط من رأسي، فلم أجد شعرا قد سقط، فواصلت الذهاب إلى مكة لتأدية مناسك العمرة، ولكن الآن في شك من ذلك، أرجو الإفادة من فضيلتكم جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، ويجوز لك أن تسرح شعرك، لكن مع الرفق
لئلا يتساقط شيء منه وأنت محرم، ولو سقط شيء بدون اختيارك وبدون قصد فلا إثم عليك. وعلى كل حال إحرامك صحيح وعمرتك صحيحة والحمد لله، وتسريحك للشعر جائز، وتساقط الشعر إذا كان من غير قصد لا يؤثر، وإن سقط شيء عن قصد وأنت متعمد لإسقاطه فإنه يكون عليك الفدية، وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخيير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة وبعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون نون، يقول: هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لأجل الزينة جائز أو لا؟ أخذ شيء من الحاجبين هذا هو النمص المحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها، والمتنمصة التي تطلب ذلك من غيرها أن يأخذ شعر حواجبه. على كل حال يجب الحذر من ذلك واجتناب هذا العمل. وما بين الحاجبين الغالب أنه لا يكون فيه شعر، وإن كان فيه شعر خفيف فإنه لا يؤثر ولا يضر، والمحافظة على شعر الحاجبين، تجنب الأخذ منه ومن ما بين الحاجبين، هذا هو الواجب على المرأة. نعم. الرجل يحفظكم الله. نعم، حتى الرجل لا يجوز له ذلك. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: إنسان ابتلي بخلع في رجله مما سبب له بعض العرج عند المشي، كذلك الحروق باليدين، فهل دعاء الله عز وجل لرفع هذا البلاء جائز أم هو من نوع التسخط؟ دعاء الله جل وعلا لشفاء المرض هذا أمر طيب وعبادة، الدعاء عبادة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وليس هو تسخطا بقضاء الله وقدره، بل هو عبادة لله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب. ونبي الله أيوب دعا ربه ليزيل عنه المرض، قال عليه الصلاة والسلام فيما حكاه الله عنه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجاب الله دعاءه وكشف ما به من ضر. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له كشفنا ما به من ضر. فهذا عبادة لله عز وجل، والعبد محتاج إلى ذلك، أن يرفع حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض، الرقية دعاء، دعاء له بالشفاء. وعلى كل حال هذا لا يدخل في التسخط، التسخط معناه الجزع من قضاء الله وقدره، أما الدعاء فهو عبادة لله ويكون مع الصبر والاحتساب أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين، تقول: هل يجوز للخاطب أن يرى وجه خطيبته طوال فترة الخطوبة إلى حين عقد القرار؟ لا يجوز هذا، وإنما رخص منه بقدر، وهو أن يرى منها ما يراقبه الزواج منها أو يمنعه من الزواج منها، والأصل التحريم، فيقتصر على موضع الرخصة، يعني يراها مرة واحدة من غير خلوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يخلو الزوج عاقد قرانه على زوجته المعقود عليها بدون محرم؟ لا بأس بذلك، إذا تم العقد مستوفيا لشروطه وخاليا من موانعه وكان عقدا صحيحا فلا مانع أن يخلو مع من عقد عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف دال السلمي، يسأل ويقول: هل يجوز في الصلاة رفع اليدين في الدعاء عند قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك إني دائما عند الصلاة أرفع يدي إلى الأذنين عند كل ركعة في الصلاة، لكن بعضهم قال لي إن ذلكم لا يجب إلا عند تكبيرة الإحرام، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير. هذا غير صحيح، والصحيح أنه يرفع يديه عند التكبير في ثلاثة مواطن أو في أربعة مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الركوع عند التكبير للركوع، الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول. كل هذا ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، و
الرفع يكون إلى حذو المنكبين، وإن رفع إلى حذو الأذنين أو فروع الأذنين فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجب على المرأة في الصلاة لبس الجوارب في الأقدام تغطية الكفين أم ليس شرطا ذلك لتغطية الأقدام والكفين؟ جزاكم الله خيرا. لا بد للمرأة من ستر جميع بدنها بعد الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الكفان والقدمان، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارمها، وسواء سترت كفيها وقدميها بالجوارب أو بالثياب كل ذلك جائز، المهم أنها تسترهما في الصلاة. لحديث أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي المرأة بالدرع من غير إزار؟ قال النبي صلى الله عليه بدرع وخمار من غير إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن رسالة بتوقيع المستمع صائل، يقول لي أخ يبلغ من العمر 21 سنة وقد ابتلي بعادة سيئة جدا ألا وهي السرقة، فقد كان يسرق أي شيء، نقود أو ربما ملابس، مع العلم أنه ليس بحاجة لهذا، ولكن الحمد لله لقد تاب ويريد أن يرد النقود والملابس التي سرقها منذ زمن طويل لا يقل عن 4 أو 5 سنوات كما أخبرني، ولكن لا يستطيع مواجهة أصحابها، فيقول هل أتصدق بثمنها أم لا؟ أخبروني جزاكم الله خيرا. السرقة جريمة كبيرة وخلق ذميم، قد رتب الله عليها حدا رادعا حفظا لأموال المسلمين وردعا لهذا المجرم وعقوبة له وردعا لأمثاله. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. والسرقة لا شك أنها خلق ذميم وجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق وهو مؤمن. وبالنسبة لهذا الشخص الذي كان يسرق ثم تاب إلى الله، الحمد لله التوبة تجب ما قبلها ونرجو له القبول. وأما بالنسبة للأموال التي أخذها فلا تبرأ ذمته إلا بردها إلى أهلها إذا كان يعرفهم، فإنه يردها إليهم، لأن حق الآدمي لا يسقط إلا برده إليه أو بعفوه عنه، مظالم العباد لا تسقط إلا بعفوهم عنها أو بردها إليهم، فيجب عليه أن يرد هذه الأموال التي سرقها أو يرد بدلها قيمتها، وإذا كان يخشى من ردها مواجهة فإنه يردها بطريقة غير مباشرة، كأن يرسلها مع أحد أو يضعها في مكان قريب منهم أو مختص بهم، يضعها ويكتب عليها هذه لكم ولا يذكر اسمه، يقول هذه لكم اختلست من أموالكم وردت إليكم مهلا المهم، أو يرسلها عن طريق البريد ولا يذكر اسمه، المهم أنه يرسلها إليهم بطريقة غير مباشرة. أما إذا كان لا يعرف أصحابها ولا يمكنه إيصالها إليهم فإنه يتصدق بها على أن الأجر لأصحابه، أو يتصدق بقيمتها إذا كانت تالفة، يتصدق بقيمتها يوم أخذها يوم أخذها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.